الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، أهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة من الكريزي تاكسي. والنهاردة حلقة الصعيدي أو حلقة الطار. فين؟ في المعادي؟ مش المعادي، على الكورنيش. عناية التنين، استرها علينا يا رب. طب منين يا اسطى؟ أنا من الصعيد الجواني. جواني؟ أيوه يا أخوي، لا إله إلا الله، قلبي مقبوض. أيوه بس واحد لله كده. مش عارف، قلقان. ما فين؟ في حاسس بيهم، حاسس بيهم، شامم ريحتهم في كل حتة. هما مين دول يا اسطى؟ هما مين إيه؟ مالك يا عم عادي، أنت ما تقلقش، أنت تقلق ليه؟ استر علينا يا رب. إيه يا اسطى أنت؟ ايه؟ قفلت المسوجة ليه؟ يا عم ما قفلتش حاجة يا عم، هو بيقفل الواحد المسوجة. مالك كده، فيك ايه؟ ما انت علقتني يا اسطى. فيك ايه يا اخي؟ يا عم في ايه؟ لا اله الا الله يا اخي. يا رب يا كريم، استر علينا. حاسس بيهم، حاسس بيهم وشايفهم. استنى يا اسطى، والنبي نزلني ورا ولا نزلني على جنب؟ انزلك ورا يعني ايه يعني؟ يعني ايه انزلك؟ اقعد يا عم. فيك ايه يا عم؟ وطرتني يا عم، وطرتك ايه يا عم؟ وطرتني يا عم، سيبنا في حالنا يا اخي، مش رايح مشوارك. طب ما خلاص بقى، سيد خشمك يا عم في الطريق بقى، سيد خشمك. طيب لا اله الا الله يا اخي، هو ده طريق المعادي يا اسطى؟ يا عم سيب على الله يا عم، دي الطرق الزحمه والطرق بقى، بحاول اشوف لك طريق سالك. سالك ايه يا اسطى؟ يا اسطى ده مش طريق المعادي خالص. بقول لك ايه، انت تقعد جنبي ساكت، تقعد ساكت ماشي. منه ليه؟ تعال اسطى، من شغل يا اسطى. اقعد يا عم، اقعد يا عم. لا اله الا الله. ايه داي؟ عريدي عريدي، مين عسران؟ مفاتيح شيء. انا مفاتيحش، عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ انا جابكم، انا اللي جابكم. عريدي هقتلك يا عريدي. تقتل مين؟ هقتلك. ايه اللي جابكم ورايا تاني؟ ارجع بالزمن 20 سنة ورا يا هريدي. انت لسه زي ما انت، ما اتغيرتش يا وهدان. انا ما اتغيرتش. وانت يا عسران طول عمرك تعمل غلط يا منتصر والناس تحبك. منتصر مين؟ ما عارفش. نرجع لمرجوعنا، نرجع لمرجوعنا. احنا مش كنا خلصنا القديم؟ اقعد انت ساكت، زد خشمك. نزلني اصلا والنبي، مش نزول يا جدع، اقعد. انا هقتلك يا اهداف. احنا عايزين يا عم، ارجعوا لك كده ما تزهقنيش. اقعد يا عم، اقعد يا عم، انتوا متخلفين. ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ عيب يا ولا. اني يا عم وعيد، اني اهدى شويه يا عم وعيد. جاي ولدك معاك يا عم وعيد. خلاص يا رجاله، ولده مين يا عم؟ نزل لنا ربنا، نزل لنا والنبي. كنا قفلنا الدفاتر القديمه يا عم والنبي، نزل لنا ليه نفتح تاني ليه يا عم؟ يا عم اقعد ساكت انت. نزل لنا انا مش راضي معاك، انا عارف ان المشوار ده خرب. اصبر عليا، اصبر يابا، اصبر يابا. خلاص بقى قفلنا الدفاتر القديمه، نفتحها تاني يا عم. نفتحها ليه يا عم؟ بفتحها بعد ما ارجع انت 30 سنه بالسكر الورا. رجعت. فاكر ايام كيجي؟ فاكر. فاكر ايام ما كنت بتاخد المصاصه من البت هنديه؟ فاكر. وبعدين كنت انا قاعده وساكته وحاطط في قلبي. بس ايه؟ خلصت عليهم بيدي. اختار موتك بيدك. اختار موتي؟ ايوه اختار موتك بيدك. يعني ايه اختار موتي؟ يعني هتموت، يعني هتموت. مين اللي دالكم علي؟ انت مشك البطال هو اللي وقع. نزلوني واتخانقوا، نزلوني الصف. انا مش عارف الحوارات يا عم، انا ما اعرفوش. بس يا ولد، اسكت انت يا عم. عرفت مين اللي عيب عليك؟ انا مش هريدي، انا مش هريدي يا عم. مالي منع، منع للطهان، هقتلكوا انتوا الاثنين. تقتل مين يا عم؟ تقتل مين يا عم؟ يا عم بس خلاص يا رجاله، اختار موتك بايديك يا وهدان. اختارها، اختارها يا وهدان. اختار موتك. اديله يا عسران. اوعى يد، اوعى يد. انت بتسب، انت بتسب قرايبين. ايه؟ هم قرايبين لك؟ دول قرايبيني واد عمي. انا وابن عمي، انا غريب. والله كلامك يا غريب. عنك تدعو ولا يا عم بقى؟ ولا انا عارف يا عم. انت تبع النجاي حالة يا عم. النجاي حتمين، خليك في الطريق. انت تبع النجاي حالة. ايوه ده كرش نجاي حالة. لو عيدك يا عم ده كرش نجاي حالة. ده كرش النجاي حالة. ما
مجنون مين؟ مين جاي؟ لا عم كرش اللي جاي هات رقبتك كرش ده كرش مين؟ يلا كرش يلا بخاي بخاي اللي جاي مجنون بخاي ده خاي مين؟ بخاي ده رجلي مين؟ ولا ده عين مين؟ انزل لي نزيع الحلقة دي ولا منزيعش؟ يا عم زي نورتيني ربنا يخليك هدخل من شارع تاني عشان الدنيا لبش لبش فين ما الطريق حلوه تقلقيش يا ست الكل مش رايحه مش رايحه المساحه الهرم هوديكي انا قلت لك اقلق بس الطريق حلو ماشي اخش من طريق مختصر انهي طريق يا اسطى انت بتحول ليه كده يا ستي ما بحورش عمال تقولي طريق ومش طريق فيه ايه بالظبط ما بحورش عليكي امال ايه طيب بقول لك ايه السباحه دي انت ايه شايفاني باكل كرانشي خلاص بص قدامك انا ما باكلش كرانشي اركب معاه ما تخافش انا ما بخافش استرها علينا يا رب انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم على طريقي هما مين دول ربنا يستر علينا عصابتي ولا ايه يا ستي عصابتي ايه ما تقلقيش تقول يا رب بقى ما بقول يا رب ما اقول ايه استرها علينا يا رب ربنا يسترها ان شاء الله شامم ريحتهم وحاسس بيهم مين دول اللي انت شامم ريحتهم دول؟ انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم لا اله الا الله يا ربي مصحف مين هم دول؟ هم جم هم انهار السيل انا بيلا انا مش عارف افوت ايه ده انا عصران انا قلت انا حاسس بيهم وشامم ريحتهم هم دول دول اللي انا كنت شامم ريحتهم وحاسس بيهم نسيني يا ست نازلك نسيني نسيني وقعتك بعده لا نسيني اهدي يا وليه نسيني بدل ما اكسر عربيه على وشك اكسر يا ولية خشمك يا ولية اكلم يا لما تلويك على الصبح اكلم تهرب منين يا وطني نسيني ما هربتش منيكم وليه بتحبك بقول لك ايه بقول لك انا سبت لكم البلد كلها نسيني انا سبت البلد كلها جيت اقعد انت يا ورا اقعد يا ولية اقعد يا اقعد يا ولية قليل الادب احترم نفسك احترم نفسك عليا عليك بالثلاثة بقول لك ايه يلا في دماغكوا واهدى يا اخويا ينتهي في الحرمة بقول لك ايه بقول لك ايه في ايه انت السبب انت اللي رحت للباشا وقلت له افكرك قال لك ايه قليل طب انا مالي اقول لك ايه بعد اذنك نزلني هريري يخرب بيتك نزلني هذه الارض للنجايحة يا وهداء نزلني صح يا وهداء صح يا هريري فاكر بس انت اللي رحت عملت معايا وكل الحاجات دي كان لازم اخد حاجه وحاجه نزلني نزلني يا وليه يا وليه نزلني يا وليه يا وليه اه تكلم انا ما تلويه اسكت يا عم اصابات عليا ولا ايه مين عامل عصابه ولا ايه؟ عصابه ايه؟ بقول لك ايه؟ بص الحركه دي مع عصابه بص الحركه دي معناها ايه؟ نزلني نزلني في انت عامل كده وخلاص في ايه؟ قول ايه ده بقى؟ يا منطق يا مؤاخذه يا باشا ده اللي انت بتعمله ده؟ كنت عليس العربيه لا اله الا نزلني كنت عليس العربيه بسببك نزلني بدل مختار تخنق مين؟ تنسح فاكر ام 30 سنه؟ ما طلع السلاح يا وليه ما سمعتش طب النبي نزلني طلع السلاح طلع السلاح نزلني مفيش نسول بوت اسمك اقعد اسمك امال ايه طب؟ انصف في حساباتي مع ولد عمي يخرب بيتك على فكره انصف حساباتي معاها انا مالي انصف في حساباتي بس انا معايا عيال صغيره شيء مالك يا عم العربيه العربيه خدتني من الصعيد ده انت وقعكوا خرب وقعتني ايه؟ في طار عليك ولا ايه؟ في طار يعني ايه؟ طار في طار عليك ايوه طاري طب ممكن انزل؟ اقعد يا سلام ممكن انزل؟ انت قاعد على قلبك خد خبر يا ولية عم نساني حسابات ما تعليش صوتك عليا مفيش نزول ما تبصليش كده هو عبيط ده ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك مين ده؟ قول عمرك يا منتصر خلاص خلاص عشان خاطر الولية ليه؟ أنا قررت إنكم تاخدوا طاركم مني وأنا اللي اختار طريقة الموت اختار يا أخوي هموت بالنبع اقتلوني بالنبع في وداني ده الهبل اللي أنا فيه موتوني بالنبع أنت يا عصران هريدي ده طلع راجل أيوه حبيبي يا ولد أنتوا أنا اخترت المكتب نفسي حرام عليك أنا تعبت نزلني من بنات النجايح انت مين اللي بعتك؟ نزلوني نزلوني كل النجايح دي حواجب النجايح كل
روح انا لا انا مش مرتاحه لك انا مش مرتاحه لك بقول لك ايه بقول لك ايه نزلني داي نزلني عيون النجايح نزلني انت 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 عليا انت عليا النجاح انت عليا النجاح عايز اقول لك على قوم نادى عليا احنا ما نتش تمشي يا ولد احنا ما نناقش ايدينا على حرمه هتنزل الحلقة دي هنزل الحلقة دي هنزلها في الكريزي تاكسي والله العظيم بس انت انت ايه دخلتي على ثلاث ساعات كده عايز تضرب ثلاثة لا وانتوا اللي تعملتوا ده الا انت يا رب نكون خفاف على قلوبكم ده ان شاء الله يجي ما ينفعش من اسم القناة عشان ما نحرقش انت فاهمة نورتينا وشرفتينا لا بس بجد فظع ربنا يخليك بجد والله فظع كل سنة وحضرتك طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في المعادي؟ شارع 10 أسطر يا رب ما عايزش مشاكل ما عايزش مشاكل ما عايزش مشاكل يا هريدي مالك يا ربكة ربكة برجوازية عندي ربكة برجوازية برجوازية يعني بلاش طاقية عندي حساسية لمحتهم 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 أنا يعني قلبي مقبوض قلبي مقبوض كله على الله الدنيا تسهم علينا بقى وشغلنا ما يعلم بيها الا ربنا شغلنا ما يعلم بيها الا ربنا عليك عليك ما تشتغلهاش يا عم لا يا عم بقول لك ايه ما تسيبني في حالي يعني ايه ما اشتغلهاش يا عم ايوه ما اشتغلهاش عسران عسران يا وريدي عسران ايه اللي جابكم اليوم ده انت في وشك فجر انت عايز تهرب في وشك فجر وضيق علي عايز تهرب منين انت ضيق يا اخي من نينا ليه عايز تهرب من نينا نينا بتحبك عايز تهرب من نينا يا عمري ما فكرت اهرب من نينا امال ايه نينا وفي جمال نينا ده انا كنت ليه النهار قاعد مع نينا بس انت السبب اني انت يا عصران السبب اني وهدان ده عصران انت يا عصران السبب ايه اللي حصل قول لي اقول لك اللي حصل ايه ليه نسيت ان كنت نسيت اللي جرى هاتوا الدفاتر تنجره فاكر ايه ده انت عشان دي حسابات بنصفيها مع بعضينا وكنا كل من نقعد مع نينا والناس تحب منتصر منتصر مين ما عارف نرجع لمرجعنا ايوه بيقول لك ايه مرجعنا بقى اقول لك انا البيه واد عمك راح للضابط علاه وقلت له قال لك ايه افكرك قال لي يا عم ايه داي اهدين استنى وقف عندك وقف عندك استغلط في قريبيني ايه يا عم ما تحاسب انت انت بتطلع ايه داي حاسب مين انت جد اللي بتقوله ده ايوه جد يا عم لا ده انا ولد عمي على الغريب وانت الغريب انت الغريب انت الغريب انت الغريب كيف يا غريب طول عمرك يا غريب يا راجل انت من نجايح انت عسران انت من نجايح يا راجل روح ايدك يا عم هتموت زي ما مات جديك يا عم مات جديك مات ازاي جديه متخزوك مين اللي خزوك جديه جدك انت اللي خزوة عرجع لمرجوعنا فاكر من ايام الكيجي ايام الكيجي لما كنت بتاخد السندوتشات اللي حصل اللي حصل كنت بتاخدها من البت هنية ايوه انت مين انت عم بس ما تقولش مين هتموت انت وولدك انت وولدك هتموت وولدك اقتل ولدك انا خلاص هو ده اللي عليه الدور ده ولده انت اللي عليك يا ولد ده ولدي ده محمد ولدي محمد ولدي محمد خضري ولدك ايوه هو اللي عليه الدور في الطار عمو اوعى يا ولد اوعى يا ولد ولا يهمك ولا يهمك اوعى يا عم اوعى لك اهدي يا طباخ وبالوالدين احسانا خلصوا عليه رجاله خلصوا عليه خلصوا عليه
انت هتموت موتة موتة البرغوت موتة البرغوت اهو كده كده يا برغوت النزعة انت بالمبيد الحشري واجيب رقبته خش بينا فراسيس ادخل فينا انا اخلص عليك نزل اثنين مش نزول ده انت هتخلص عليك زي الحلقه دي ولا لا؟ صحابك هيشوفوها والدنيا وبتاع.